دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق والأسعار، أسعار السلع. طبعا كان حاضر دكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية. سيادة الوزير، أولا مساء الخير، ماذا عن هذا الاجتماع؟ وكمان الناس عايزة تطمئن على الآلات اللي هي خاصة بضبط الأسواق والأسعار. أهلا أستاذ أحمد، مساء الخير يا فندم على حضرتك. تحياتي مع الوزير. اجتماع النهارده، اجتماع النهارده زي ما دوره الرئيس الوزراء قال هيكون بصفه اسبوعيه يمكن كل اسبوعين. نعم. المتابعه للاسواق، تقارير بتعرض عن نتائج الاسواق. نطمن حضرتك ونطمن الساده المشاهدين ان هناك استقرار في الاسعار. العروض المقدمه سواء كانت من الجهات التابعه لمجلس الوزراء اللي بتراقب الاسعار او من المشاركين معنا في النجاح سواء الغرف التجاريه او الوزارات المعنيه، سواء جهاز حمايه المنافسه او جهاز حمايه المستهلك، كلنا بنشارك بعض نتائج البحث الميداني ونتائج تحرك الاسعار وايضا المخزون السلعي من السلع الاساسيه من خلال وزاره التموين والتجاره الداخليه. طب مع الوزير بنتكلم على بصراحه اللي رصدينه ايه؟ هل في استقرار ولا معظم السلع ما زالت مرتفعه؟ وده اللي الناس بتقوله، يعني الناس ايضا شايفه الامور لسه ما وصلناش لاستيعاب التضخم. الحقيقه لا، هناك استقرار في الاسعار، هناك استقرار في الاسعار مستمر من نهايه مارس حتى اليوم. التقارير اللي عرضتها جهاز حمايه المستهلك ايضا يعني كانت بتتكلم حتى امس 15 منه الاسعار في بعض السلع يمكن فيها استمرار في معدلات نعم الحاليه، ولكن في المجمل هناك استقرار في الاسعار، واحنا بنهدف استقرار الاستقرار. وطبعا يا استاذ احمد فضل. الاهم هو التوافر والاتاحه لجميع، وده اللي موجود يعني طبقا للتقرير اللي اتعرض النهارده انه الاتاحه موجوده والسلع متوافره. هل النهارده نقدر نتكلم على المنظومه الخاصه ب فيما يتعلق بالمتابعه؟ سيادتك كنت النهارده كمان عامل اجتماع مع رئيس جهاز حمايه المنافسه. مستمر سعادتي جدا بالقائم الدكتور محمود في جهاز حمايه المنافسه. نعم. وايضا تقابلنا مع رئيس جهاز حمايه المستهلك للتنسيق بيننا سواء بالتقارير بنشاركها مع بعضنا، ودي اهم حاجه يا استاذ احمد ان ما تبقاش كل جهه بتطلع بتقاريرها، لان احنا عندنا مصادر كثيره للحصول على المعلومه، ولكن وضعها مع بعض وتطبيقها يخلينا نشوف الصوره اوضح، وده اللي بنعد حضرتك انه هيستمر هذا التنسيق بصفه اسبوعيه كتعليمات دوله رئيس. مع الوزير اللي رصدينه اللي ما زال مرتفع حتى الان، بنتكلم على سلع الاساسيه، بنتكلم على اعتقد الحاجات اللي هي استخدامات اليوميه للبيت المصري، هي اللي ما زالت مرتفعه لحد دلوقتي. الحقيقه يعني لا، السلع الاساسيه السبعه الاساسيين اللي مركزين عليهم زي ما عرضنا النهارده وزي ما شفنا من كل. الو، اتفضل مع الوزير، اتفضل يا فندم. زي ما شفنا في العرض هناك عدد، يعني لو خدنا مثلا الفول ما نقدرش نقول ان الفول في فول مدشوش وفي فول الحبات وفي اكثر من نوع في اكثر من منطقه، انما دوله رئيس الوزراء متابع هذا الموضوع للمستهلك، يعني للوحده الواحده ايضا من هذا المنتج. فانا بقدر اطمن حضرتك على التوافر والاتاحه واستقرار الاسعار حتى الان باذن الله. طب ربما مع الوزير ايضا نتكلم نطمئن على اوضاع السكر، اوضاع الزيت، اوضاع الرز، اوضاع السلع الاستراتيجيه، القمح كمان، واحنا استلمنا قد ايه من المزارعين حتى الان؟ احنا نطمن حضرتك من تعليمات الرئيس ومتابعه رئيس الوزراء في هذا الامر توافر السلع. اتفضل مع الوزير. مع الوزير، طب ممكن نكلم سيادتك تاني؟ معلش يبدو الصوت، معلش
دكتور شريف فاروق وزير تموين التجاره الداخليه. هنرجع لسيادتك ان الصوت كمان ما كانش واضح معانا لانه ملف الاسعار والتموين هو الملف اللي بيشغل الناس، الاكل ثم الكهرباء. الكهرباء خلاص قدامنا يمكن عده ايام ويتوقف قطع الكهرباء كما وعد الدكتور مصطفى مدبولي الاسبوع الثالث من هذا الشهر، وخلاص وزاره البترول بدات تجيب الكميات وشحنات الغاز وتدفقات تصل الى مصر طبقا للمخطط ليها عشان يتم وقف تحميل الاحمال اعتبارا من الاسبوع الثالث من هذا الشهر. نرجع تاني مع الوزير، اتفضل مع الوزير فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجيه وما استلمناه من القمح حتى الان. احنا نقدر نطمن حضرتك والساده المشاهدين المواطنين جميعا، احنا عندنا ما يكفينا ستة اشهر ونزيد عن ستة اشهر. عندنا خطه ان احنا نصل الى تسعة اشهر احتياطي، تعليمات بهذا الامر لجميع السلع الاستراتيجيه. طبعا الحمد لله توفر السكر والامور ماشيه في الطريق السليم. الاسعار اللي بتحصل بيها اسعار متباعده جدا، اسعار اللي بنشتري بيها من المزارعين، مش عايز اقول ان احنا يعني بنفوق الاسعار العالميه وده في صالح المزارع المصري. عندي اجتماع مع زميلي وزير الزراعه الاستاذ علاء فاروق الاسبوع القادم للتنسيق للاسعار الفتره القادمه. الامور في استقرار باذن الله وفي تحسن. عندي قد ايه من الزيت كام شهر؟ 7 8 شهور اقل اكتر؟ في الحدود دي. نعم فندم؟ في الحدود دي في الحدود ديت. السكر عندي قد ايه مع الوزير؟ وهل هنستورد كميات اضافيه ولا الانتاج اللي عندنا السنه دي هيكفينا؟ لا ان شاء الله مش هنستورد تاني، وعندنا انتاج يكفينا ويفوق ال 12 شهر. حضرتك بتقول السكر هنبقى اسعاره الحاليه؟ احنا بنتكلم على الحر تقريبا وصل 36. الاسعار فيها استقرار، وده اللي بنصله النهارده. يعني مش عايز احدد سعر محدد دلوقتي مع حضرتك، لكن ايوه في استقرار في الاسعار في عدد من يعني يمكن يختلف التعبئه من مكان لاخر، لكن هو استقرار في الشهر ده استقرار، والشهر الفاضي اللي فات استقرار، ومستمرين، والاحتياطي معانا بيصل لمده زي ما قلت لحضرتك بتفوق ال 11. هل هنضيف مواليد جدد لبطاقات التموين اللي مقفوله بقالها سنوات؟ هل في مخطط، وخاصه انه فتح هذا الملف مع سيادتك في اجتماع اللجنه الخاصه في البرلمان الايام الماضيه بالاضافه لملف الدعم العيني او النقدي؟ شوف حضرتك، مساله الاضافه والحذف هي مساله مستمره وهتستمر. ودي لما بنقول عنوان تنقيه وتنقيح البطاقات هي المقصود بها ان هناك من دخل اصبح مستحق للدعم. نعم. وهناك من خرج من الدعم، وهناك من اضيف، وهناك من يعني حصل له ظرف عائلي زي انفصال ولكن مستمريه في الحصول للدعم او من الاب او خلافه. فكل ده كله تحت بند تنقيه وتنقيح البيانات. زي ما قلت هو هيبقى بالتعاون مع كل مقدمي الخدمه، سواء كانت شبكات اجتماعيه من خلال زميلتي الدكتوره مايا مرسي من خلال تكافل وكرامه، او من الجهات اللي لديها معلومات عن الاسره، او من التواصل مع زميلي الدكتور عمرو طلعت في وزاره الاتصالات علشان نعمل منظومه متكامله بها بيانات دقيقه. هل هنوصل للدعم النقدي بدل من الدعم الحالي؟ هل ده حاليا بدانا يتم مناقشته سيادتك مع الجهات المعنيه وصولا للحوار المجتمعي قبل الدخول في هذا الملف اللي رئيس الوزراء وعد انه مع نهايه هذا العام ناخد هذا القرار هنا او هنا؟ التحرك بالدراسه. التحرك بالدراسه. لانه تعليمات الرئيس، وطبعا وده اللي اخترناه في تكليف رئيس الوزراء، انه يكون موضوع مطروح مع الحوار الوطني. طبعا من غير المعقول ان احنا نتخذ اجراءات تنفيذيه ولا ننتظر ما تسفر عنه الحوارات، انما نحن ندرس بجديه ونضع التجارب الدوليه في هذا الامر، اما هو دعم نقدي كامل، اما دعم نقدي وعيني جزئي، ولكن بنعرض هذه الدراسات على الحوار الوطني. الدكتور دينا رشوان وعدني وشوف لحضرتك المخرجات اللي هي على راس الاهتمامات طلب من الحكومه. انا جاهز ان انا اقعد مع زمايلي في الحوار الوطني
ونقرا الفكره ونسمع كمان ارائهم، ولكن لن نتخذ اجراءات في هذا الامر ابدا بدون الحوار الوطني ومخرجات. مع الوزير، ماذا عن بعض الاحتياجات اللي موجوده في المواني المصريه؟ هل عمليه افراج مستمره؟ هل لسه لدينا بعض احتياجاتنا اللي موجوده، بعض السلع موجوده في المواني؟ لا يا فندم، ما عندناش اي حاجه موجوده في المواني. ورئيس الوزراء اكد على هذا فيما يخص السلع، لا توجد شيء. اشكرك شكرا جزيلا دكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجاره الداخليه.